السلام عليكم، أنا ريهام، دكتورة في كلية العلوم جامعة حلوان من مصر، ومعايا هنا زميلي دكتور محمد، هو هيعرفنا على نفسه. أنا محمد عبد الله، مدرس مساعد كلية العلوم جامعة الفيوم في مصر، وحاليا أنا والدكتورة ريهام بنشتغل هنا في تجربة السي ام اس. تمام، والدكتورة ريهام هتبدأ بقى تشرح التجربة، نظامها إيه ووضعها إيه وهكذا. وانا بنحب نرحب بيكم طبعا في تجربه السي ام اس في الكنترول روم، وده شرف لينا ان احنا نكون معاكم النهارده خلال الزياره. بس طلب صغير، انا سامعه صوت زولتان احسن من صوتكم. اذا في طريقه ترفعوا الصوت من عندكم، انا الصوت عندي اعلى شيء، بس كان صوته اوضح. she is saying that our voice is quite low. Simply there is something we That's can. an automatic thing. They have to turn up the volume. Okay, she was saying that your voice was very clear rather than our voice. Because I'm a louder person. Okay. Okay, أعتقد إن إحنا هنتكلم أحسن بصوت، نعلي صوتنا شوية فالصوت هيكون صوت كده أوضح. أول حاجة، نعم. أوضح؟ طيب تمام. فاحنا ان شاء الله هنبتدي معاكم الزياره، انا هكون معاكم في خلال الزياره في الاندر جراوند، ومحمد هيبقى معانا هنا في الكنترول روم. بس حابين ندي انترودكشن بسيطه كده عن ال اتش سي والتجربه، واحنا الهدف بتاع التجربه ليه، واحنا بنعمل ايه هنا قبل ما ننزل للديتكتور. فاحنا هنعرض سلايد، كام سلايد كده في الاول بس نعرفكم بيها. احنا هنا بنحب نوريكم دون اللارج هادرون كولايدر او المصادم الهادروني الكبير. على الصوره دي انت نلاحظ ان احنا الكولايدر او السيركل الصفراء الكبيره دي، ده اللارج هادرون كولايدر، هو على محيط 27 كيلو متر. طبعا ده بيكون تحت الارض بحدود ما بين 50 ل 150 متر، مش كلهم بنفس المستوى، فنقدر نقول تقريبا في 100 متر. طبعا هو ما بين الحدود ما بين سويسرا وفرنسا، فالخط الابيض دون ايه اللي بيوريني الحدود. طبعا عندنا هنا الليك بتاع جنيفا، هو بيورينا هنا الصوره دي الطبيعه الجغرافيه بتاعه المكان، وكل اللي احنا شايفينه ده اندر جراوند تحت الارض، والحياه طبيعيه جدا على السطح فوق. عندنا مجموعه من التجارب اللي موجوده على اللارج هادرون كولايدر والمصادم الهادرون الكبير، منهم تجربه السي ام اس اللي احنا فيها النهارده، وده اللي هنقوم بزيارتها ان شاء الله. وفي مجموعه تانية من التجارب اللي موجوده عندنا زي اليس، زي اطلس، زي ال اتش سي دي. كل التجارب دي زي ما انا قلت موجوده تحت الارض على تقريبا على بعد 100 كيلو متر. جاست ان انا عايزه اوري في السلايد دي، ده زي ما انا كنت بقول ده السطح، وهنا عندنا موجود تحت الارض التجارب بتاعتنا. طيب الهدف من التجربة زي تجربة السي ام اس بالحجم الكبير اللي احنا هنشوفه دلوقتي، الهدف من التجربة ايه؟ ان احنا عندنا فيزياء او برنامج فيزيائي كبير بنقول عليها الجنرال بيربوز ديتكتور، يعني ديتكتور ليه اهداف كبيره جدا من الفيزياء زي في تجربه السي ام اس وتجربه اطلس. زي مثلا احنا عايزين نعرف طبيعه الكون، الكون بتاعنا ده بيتكون من ايه، عايزين نشوف من بدايه الكون، من اول نقطه بدا فيها الكون، من لحظه الانفجار العظيم او نظريه البيج بانج حصلت ازاي، عايزين كاننا بنرجع او بنحاكي اللي حصل وقت ما كان الانفجار العظيم او وقت بدايه الكون. حاجة تانية عايزين نفهم طبيعة الجسيمات اللي موجودة حوالينا، ايه هي الجسيمات المكونة للمادة بتاعتنا، عايزين نفهم الكون حوالينا بيتكون من ايه. كل اللي احنا شايفينه في الكون حوالينا دون بيمثل لي، يعني كل اللي شايفينه من الارض والكواكب والنجوم كل ده بيمثل لي 5%، والباقي بالنسبة لنا مجهول او مادة مظلمة، عايزين نعرف طبيعتها ايه. اهداف كتيرة جدا لتجربة السي ام اس، ليها برنامج فيزياء كبير. طبعا بنتيجة بقى التجربة والنتائج اللي بتطلع بنبتدي نعمل أناليسز للنتائج دي، ونحاول نفهم أو نجاوب على الأسئلة أو اللغز اللي بيبقى موجود عندنا في الطبيعة. عندنا تجربة تانية اللي هي أطلس، على لو نقدر نشوف إن هي قصادنا الناحية التانية كده من اللارج هادرون كولايدر، برضو ليها نفس الأهداف بس بتكنولوجيا تانية، لأن إحنا زي ما إحنا عارفين الفيزياء أو الحدث اللي بيحصل مش حاجة يونيك، بتحصل في كل مكان. فلو إحنا شفنا ظاهرة أو أي حاجة في تجربة السي إم إس بنلاقيها برضو في تجربة أطلس، بس بتكنولوجيا مختلفة، بناس مختلفة، بأناليسز مختلفة، فكأنها كونفيرميشن إن لو حد من التجربتين شاف حاجة لازم التجربة التانية بتكون شافتها. ده السبب إن إحنا عندنا تجربتين ليهم نفس الأهداف بس بتكنولوجيا مختلفة.
فانا مش هنطول هنا في الكنترول روم، اعتقد ان الجزء الممتع اكتر بيكون في الجزء اللي تحت. هوريكم بس نظرة سريعة على الكنترول روم هنا، وبعد كده هنزل تحت هجهز نفسي انا للنزول، ودكتور محمد هيفضل معاكم. مرحبا بكم مرة تانية. طبعا احنا ممكن نتكلم يعني سريعا كده عن فكرة الاكسلريتور اللي بيتم فيه اللارج هادرون كولايدر او المصادم الهادروني الكبير، واللي بيحصل بيتم ازاي تعجيل الجسيمات ورفعها لطاقات لحد ما نوصل لاقصى طاقة وصلنا لها النهاردة اللي هي 13.6 TeV. اول حاجه بتحصل هنا ان انا عندي بيبدا بجيب الهيدروجين بتاع اللي هو غاز الهيدروجين واطبق عليه الكتريك فيلد. الالكتريك فيلد ده بيخلي الهيدروجين يحصل له ايونيزيشن، وبعد كده ببدا اغذي الهيدروجين ده جوه اللينياك تول اللي هو اللينير اكسلريتور نمبر 2. بعد كده بتبقى الطاقه في اللينياك 2 بتصل لحد 50 ميجا الكترون فولت. بعد كده بدخله على البوستر او البروتون سينكوترون بوستر، وبيتم تعجيله في السيركيولر سينكوترون ده لحد ما نصل ل 1.4 جيجا الكترون فولت. وبعد كده بيتم البوستر بيجي مغذي البروتون سينكوترون في سينكترون سيركيولر سينكترون تاني، بنوصل لحد 25 جيجا الكترون فولت في البروتون سينكترون. بعد كده بنيجي داخلين على السوبر بروتون سينكترون اللي بتصل فيه الطاقة إلى حوالي 450 جيجا الكترون فولت. بعد كده بيتم تغذية اللارج هادرون كولايدر السيركيولر اكسلريتور اللي فيه طاقة تصل لحد حاليا يعني 13 تيرا الكترون فولت. كان البروتون بيم بياخد حوالي 6.5 تي اي في، دلوقتي وصلت لحد 6.8 تي اي في، ولحد ما يحصل الكوليجن في الديفرنت بوينتس الموجودة هنا عند الديفرنت اكسبيرمنتس الموجودة. طبعا احنا عندنا اتفضل دكتور. إذنك يا محمد، هنوري هنا زمايلنا الكنترول روم، وعلى ما ننزل احنا تحت ممكن انت تكمل برضه. انا احب اقول لهم لو حد بيسأل اي سؤال تحبوا تقولوه قولوا لنا خلال التجربة، اي سؤال انتوا عايزينه ممكن تسألوه، محمد هيجاوب عليه او انا لو الكونكشن معانا. احنا هنا زي ما انا قلت لكم احنا في الكنترول روم، في السي ام اس كنترول روم، دي وحدة التحكم بتاعة التجربة. احنا لسه على السيرفس فوق الأرض والتجربة موجودة تحت الأرض. في بعض الأجزاء هنا هنلاقيها الكنترول روم فيها جزئين، الجزء هنا وجزء الناحية التانية. الجزء دون عندنا هنا التكنيكال شيفتر، التكنيكال شيفتر دون هو اللي مسؤول على الديتكتور كنترول سيستم والسيفتي سيستم الاثنين. طبعا بيقدر يشوف كل أجزاء الديتكتور من هنا، يشوف الديتكتور شغال في مشكلة في أي حاجة، وبعد كده يقدر يعمل كوميونيكيشن مع الاكسبيرت. هنا دون السيفتي سيستم يقدر يشوف السيفتي بتاعة الديتكتور، كل حاجة شغالة تمام ولا في أي إلارم أو في مشكلة. طبعا هو قدامه كاميرات كتير بيقدر يشوف كل أجزاء التجربة تحت، وإحنا شغالين نقدر نشوف مين اللي موجود عن طريق الكاميرات دي ولو في أي مشكلة. عندي في الجزء هنا برضو عندي تو شيفترز بيبقوا موجودين، مش لازم يكونوا موجودين طول الوقت. عندي شيفتر هنا اسمه الداك شيفتر، داتا اكوزيشن سيستم، وده اللي مسؤول على بدايه الكوليجن واخذ الداتا. وعندنا شيفتر تاني مكان محمد ما هو قاعد اسمه التريجر شيفتر، وده انا هعرفه لكم تحت لما ننزل ان شاء الله يعني ايه تريجر. وعندنا الشيفت ليدر هو البوس بتاعنا بقى اللي مسؤول على كل التجربه واحنا شغالين. الجزء التاني زي ما انا قلت لكم ان الديتكتور بتاعنا فيه اجزاء صغيره، ففي عندي هنا جزء تاني من الكنترول روم بيكون فيها الاكسبرت بتوع السب ديتكتورز. كل سب ديتكتور او كل جزء مكون من التجربه بتاعتي بيكون للاكسبرت اللي مسؤول عنه، في حاله ان في مشكله نقدر نعمل كوميونيكيشن معاه. برضه مش لازم يكون موجود طول الوقت هنا، بس هو اونلاين 24 ساعه لاي بروبلم. عندنا مثلا هنا جزء بتاع الجيم بيبل، ده جزء سب ديتكتور. عندنا التراكر، عندنا الار بي سي، كل جزء كل ستيشن موجوده من هنا دي مسؤوله عن السب ديتكتور بتاعها. احنا هننزل تحت دلوقتي ومحمد ممكن يكمل معاكم على ما احنا ان شاء الله ننزل تحت هنوصل للمستوى الثاني، وبعد كده نبقى نكمل لتحت الارض. دكتور محمد سامعنا؟ معلش معلش انا بس هقول حاجه قبل سامعك ما ننزل. كويس؟ اتفضل يا دكتور.
عايزه احب اوريكم بس ده شكل ماكيت لشكل الديتكتور بتاعنا، ماكيت صغير لشكل الديتكتور كله، ده اللي احنا ان شاء الله هننزل نشوفه على الطبيعه. بس اللي انا حابه اقوله عشان نبقى متخيلين تحت احنا شايفين ايه، الديتكتور بتاعنا عباره عن جزئين زي برميل كده، جزء برميلي جزء اسطوانه كبيره ومقفوله من الجنبين. فاحنا ان شاء الله لما ننزل تحت عايزين نبقى متخيلين انا عندنا ديسكين هنا وعندي في النص اسطوانات، بس الاسطوانه دي مفتوحه، ده اللي احنا هننزل نشوفه تحت، فهو ده الديتكتور ككل واحنا هنشوفه هو مفتوح. قبل ما ننزل بيبقى فيه سيفتي حاجات للامان لازم تكون موجوده معايا واحنا نازلين للشخص اللي نازل، طبعا الخوذه عشان دماغنا، الشوز عشان الشوز دون فيه سيفتي للصدمات، وطبعا الدوزوميتر ده اللي بيقيس نسبه الاشعاع اشوف انا واخده اشعاع ولا لا، وطبعا بنقدر نقيسه قبل ما انزل التجربه وبعدها بما ان التجربه مقفوله، فطبعا ايه مفيش نسبه اشعاع ممكن اخدها. برضو الاكسس بتاعي ان انا اقدر ادخل هنا، الاكسس بيكون على الديزوميتر ده، مش اي حد يقدر يدخل الا اوثرايزد بيبول الناس اللي تقدر تدخل. طب انا هدخل دلوقتي من هنا ونكمل معاك، هنسكان كده الديزوميتر. طبعا انا لما بدخل في بايومتري سيستم المهم ان انا يعمل سكان للايز بتاعتي، مش بس الدوزوميتر بس لا، لازم كمان يعمل سكان للايز بتاعه الشخص عشان ما حدش يقدر يستخدم الدوزوميتر بتاعها تاني. اوكي هو بيقول لي خليك اقرب. اوكي طبعا جوه السيستم دون ده سيستم دخول افراد، يعني ما اقدرش ادخل حاجه معايا طول ما انا جوه المربع دون الاصفر المربع اللي تحت. هي نعومي دلوقتي بتدخل، الانسان او الشخص لما بيجي داخل زي ما انا قلت ده دخول افراد بس، طبعا هي عشان داخله بكاميرا بيبقى فيها صعوبه شويه، بيبقى فيه زي انفراريد راديشن لما بتدخل جوه، الانفراريد راديشن دي بتشيك انت معاك حاجه، معاك ماتيريال داخل بيها ولا لا. انت مش مسموح لنا ندخل بماتيريال من الباب دي، كل اللي مسموح لنا بيه ان احنا ندخل بس ب كاشخاص مش بمواعيد. طبعا يا نعومي بتحاول تاني، طيب قبل ما تنزل أنا ممكن أحكي ملاحظة صغيرة. تفضل. الـ audience are not all engineers, so some of the stuff that دكتور محمد حكى was lost on a big chunk of the audience. So when it comes to the physics of what we're talking about, the audience is not very literate. آه، أوكي. Describe and explain things a little bit more in details. Okay, I'll do that again, please. اوكي احنا دلوقتي احنا وطبعا الصوت عندي مش واضح قوي، اتمنى ان انتوا تكونوا سامعيني كويس. احنا واقفين قدام الدور هننزل منه تحت الارض، لو نلاحظ ان احنا دلوقتي بنستدعي الاسانسير هو دلوقتي في الماينس 1، احنا عندنا السطح احنا واقفين على الزيرو وعندنا من ماينس 1 ماينس 2 ماينس 3، فدلوقتي احنا بنستدعي الاليفيتور ويطلع لنا فوق فيوصل للزيرو، وهننزل على مرحلتين، هننزل الاول للماينس 2 ده وانا هحكي لكم عليه لما ننزل ان شاء الله، ده اللي فيه التريجر سيستم اللي كنت بتكلم عليه، وبعد كده في الماينس 3 اللي هو موجود في الديتكتور بتاعنا. اوكي احنا كده وصلنا اهو في الاليفيتور وهننزل. Okay, I'll discuss it again. Can you hear me well? Yes, they hear you. Yes. Actually, we lost the Raham. Signal for yeah, RAM, yeah, yes, exactly, okay. which is normal and we expected. Okay. Yeah, go ahead. أنا عندي دلوقتي بنجيب اللي هو الهيدروجين جاز، اللي هو غاز الهيدروجين، وبنعمل له ionization، فبنفصل الهيدروجين عن الهيدروجين، وطبعا معروف إن الهيدروجين هو بروتون. فبالتالي انا ده من هنا بقدر احصل على البروتون كبروتون. ببدا ادخل البروتون ده في لينير اكسلريتور. اكسلريتور يعني ايه؟ يعني ان انا بطبق مجال كهربي او مجال مغناطيسي بيقدر يجذب الايه الشحنه الكهربيه بتاعتي اللي هي البروتون في الحاله دي. طب
طبعا بطبق مجال كهربي على اساس ان انا اقدر ان انا اعجل البروتون بتاعي، وبطبق مجال مغناطيسي على اساس ان انا اتحكم في المسار بتاعه. فبالتالي بنعجل البروتون في اللينير اكسلريتور اللي ناك 2 بحيث ان هو يصل للطاقه اللي هي احنا عايزينها، بعد كده اقصى طاقه له، وبعد كده بنجي مدخلينه في البوستر. ده لينير اكسلريتور. معروف طبعا ان اي شحنه كهربائيه بيتم تعجيلها طبقا للقوانين الكهرومغناطيسيه فانها بيتم منها بيحصل منها اشعاع، تمام، لانها بتفقد جزء من طاقتها عن طريق هذا الاشعاع. وبالتالي اثناء ما التجربه دايما بتبقى شغاله بيبقى في عندي اشعاع، والاشعاع ده معظم بيبقى خطر جدا على صحه الانسان. فبالتالي التجربه ساعات بتبقى شغاله، مفيش حد بيقدر ينزل او يبقى قريب جدا من التجربه. بعد كده بيتم تعجيل Raham, just Raham. محمد. Sorry for اوكي نو بروبلم. اوكي interrupting. اوكي دلوقتي Yes, انتوا سامعيني تاني كويس؟ احنا دلوقتي في الليفل اللي هو ماينس 2، ده هو اللي بنقول عليه السيرفيس كافرن او الكهف بتاع السيرفيس للتجربه بتاعتنا. انا حابه بس اوريكم الشافت بتاع الاسانسير اللي احنا نزلنا فيه. احنا نزلنا دلوقتي تقريبا 87 متر، يعني نقول 90 متر. لو انتم ملاحظين طبعا الداتا او النقط الضوء اللي انتم شايفينه طالع ده مجرد بس زي بنعمل محاكاة ان كل الداتا اللي احنا بنرصدها تحت بتطلع للسيرفيس. ده مجرد بس زي فيجواليزيشن كده، حاجه الناس تبقى عارفه ان احنا كل اللي احنا بنقيسه تحت بيطلع فوق. احنا هنا السي ام اس زي ما قلت تو كفر جنب بعض. احنا في الكفرن الاولاني بتاع السيرفيس، والكفرن الثاني او الجنب الثاني بتاعنا ده اللي موجود فيه الديتكتور. احنا هنتحرك من هنا ونروح للديتكتور. بما ان الناس خلفيه مهندسين، عايزه احب اسالهم سؤال، واكيد هم طبعا هيبقوا عارفين ده كان شكل الارض قبل ما تتبني السي ام اس، وطبعا عملوا عمليه الحفر ونزلوا 100 متر تحت الارض عشان ننزل فيها الديتكتور بتاعنا، والديتكتور نزل بكرينز او الديتكتور اتبنى فوق السطح ونزل جزء جزء تحت الارض. طيب الناس لما جت، المهندسين لما جم يحفروا المسافه الكبيره دي كان بيقابلهم ميه، ميه كتير، كان كل ما يفحتوا كان يبقى فيه ميه. فانا هسيبكم كده لاخر الفيزيت نقول ازاي يحاولوا يحلوا مشكله الميه دي. هم بيفحتوا وعايزين ينزلوا 100 متر وبيلاقوا ميه. طب دي بقى هنفكر فيها خلال الزياره بما ان احنا معانا خلفيه مهندسين. وبالنسبه للمهندسين طبعا الكترونكس، فهنيجي هنا عند السيرفيس كافرن او الكاونتنج روم. الجزء ده بنقول عليه الكاونتنج روم اللي فيه التريجر اللي احنا كنا بنتكلم عليه، وفيه الباور سيستم بتاعت الاجهزه. طيب التريجر اللي احنا بنتكلم عليه ده، انا لما بعمل تصادم بروتونات مع بعضها او جسيم مع جسيم بيظهر عندي 40 مليون ايفنت في الثانيه، 40 مليون كوليجن تصادم في الثانيه الواحده. ده لو انا هشوف قدره التخزين عايزه 1 تيرا بايت. 1 تيرا دي استحاله في الثانيه الواحده يبقى اقدر اجيب 1 تيرا بايت. انا مش انترستد ومفيش امكانيه وتبقى مكلفه جدا. فعندي حاجه اسمها التريجر سيستم بيبقى من جزئين، ان انا اشوف الداتا اللي طالعه عندي دي اقدر اعمل لها فلتريشن بسوفت وير، بتكون سوفت وير بيز بيقلل الداتا دي من 40 مليون ايفنت ل 100 الف ايفنت في الثانيه الواحده. ده بيتم بسرعه هائله جدا قبل ما نبعت الداتا للتريجر سيستم اللي بعده. يبقى الهدف ان انا اقلل الايفنت اللي انا مش عايزاه، مش مهتمه بيه، مش مهم بالنسبه لي في الفيزيكس، واخلي بس الجزء اللي انا عايزاه اقدر احفظه واسيفه. بعد كده في هاي ليفل تريجر سيستم بيقلل الداتا من ال 100000 لل 1000 ايفنت في الثانيه، وده تقريبا 5 جيجا، فانا اقدر اخزن الداتا دي. بما ان انا بتكلم على ديتكتور كبير ومتقسم لاجزاء لازم يكون في كابلات كهرباء رايحه له، فعندي نوعين من الحكايه دي، في هاي فولتج ولو فولتج سيستم. الهاي فولتج سيستم ان انا بغذي الديتكتور بتاعي بكابلات الهاي فولتج. طيب ده اللي هو الباور بتاعه، واللو فولتج سيستم ده اللي هو بيشغل الالكترونكس. بما ان انا عندي بيحصل مثلا جسيم بيتصادم مع الديتكتور بتاعي فانا عايز اشوف السيجنال دي، فيبقى عندي الكترونيك بورد بتبقى فوق كل ديتكتور بنقول عليها الفرونت اند الكترونيك بورد. البورد دي محتاجه لو فولتج، محتاجه فولت صغير حوالي 5 فولت، فبيبقى عندي السيستم بتاع اللو فولتج هنا. طبعا طول ما التجربه شغاله انا ليا اكسس للمكان دون، بحيث ان لو في مشكله في باور سيستم عندي، في مشكله في كيبل، نقدر نحلها من هنا والتجربه شغاله، مش محتاجه ان انا انزل عند التجربه. بما ان احنا برضو بنقول احنا مهندسين، انا عايز اوريكم شكل الكيبلينج. شوفوا ازاي عمليه الكيبلينج
معمولة والتنظيم بتاع الكيبلينج. لو نشوف عملية التنظيم بتاعة الكيبلينج بتاعتي، ان احنا كل كيبل من دون معروف هو رايح لانهي ديتكتور، معروف له رايح لانهي ستيشن، لانهي هاي فولتج ولا لو فولتج ولا سيفتي سيستم. فدي دي ده كمية التنظيم والكيبلينج اللي موجودة هنا. احنا هنكمل. طيب احنا دلوقتي رايحين في اتجاه ان احنا ننزل للديتكتور للماينس 3. طبعا الدور والكالرز بتاعتها كل حاجه بيكون لها انديكيشن. دون الدور ده بيودينا، او الباب ده بيودينا على التانل بتاع ال اتش سي اللي هو كانه ده بالظبط. فاحنا لو دخلنا من الدور ده هنشوف التانل بتاع ال اتش سي، بس احنا رايحين للديتكتور، فاحنا محدش بيدخل مننا من ال اتش سي او من الاتجاه ده. وكمان الباب دون لو اتفتح بيوقف التجربه كلها، دي كحاجة للأمان. لو حد فتح الباب ده معناها إن في مشكلة أو هو في خطر، فيقدر يوقف ال HCC كله. طبعا احنا ما بنعملش كده. هندخل على السيستم الثاني هنا. ده هنا بقى لو تلاحظ إن الدور لونه اتغير، معناها إن authorized people يقدر يدخلوا. زي ما احنا عملنا في الدور الأولاني هنعمل access، نعمل سكان للدوزوميتر، وبرده بيتشيك بصمة العين. دلوقتي نعومي هتحاول تدخل. طول ما احنا ماشيين كده هنلاقي الانابيب، في انابيب كبيره كده سيلفر. يعني نعومي دلوقتي بصوا تقدروا تشوفوا معاها في الكاميرا وهي بتعمل سكان لعينيها. اوكي تمام. طول ما احنا ماشيين بنشوف الانابيب الكبيره دي الفنتيليشن سيستم او نظام التهويه. نظام التهوية عشان نقدر يبقى فيه زي دورة هواء موجودة في الديتكتور جوه. دي الحيطة، دي اللي كنا من دي اللي بتفصلني عن السيرفيس كفر. الحيطة دي 7 متر تقريبا خرسانة ورصاص، طبعا عشان اقدر اشيل اي راديشن موجودة عندي وانا في السيرفيس كفر عند التريجر سيستم زي ما اتكلمنا. طيب هنا هندخل بقى للحتة الاميزنج بالنسبة لنا. اوكي احنا هنا دخلنا عند الديتكتور. خلينا ندخل نقرب كده. اوكي مش هنقدر. طيب خلينا نصور هنا الاول الجزء دون. احنا هنا في زي في البلكونه كده بتاعه التجربه، دي التجربه هنقدر نشوفها دلوقتي. بس اللي احب اقوله زي ما احنا كنا بنقول ان ال اتش سي اللارج هادرون كولايدر ده التيوب بتاعته. انا هشاور لكم في الكاميرا، دي التيوب بتاعه اللارج هادرون كولايدر. التيوب بتبتدي ترفع اكتر وهتدخل لي السي ام اس ديتكتور. اللي احنا شايفينه الاحمر ده، ده زي الكلوزنج الظهر بتاع الاندكاب اللي انا كنت بتكلم عليه، غطى البرميل من الناحيتين. ده الغطا ده طبعا ده كله من الحديد من الارض. هنكمل جوه قدام شويه واوريكم شكل الديتكتور. طبعا كل الفيزيتور الموجودين هنا بيبقى موجود شخصيا، اخره هنا ما يقدرش يكمل، بس في الفيرتشوال فيزيت بما ان احنا ناس شغاله في التجربه فنقدر نكمل. طب ده شكل التجربه بتاعتنا بقى من قلب التجربه. طبعا التجربه هي كده مفتوحه مش مقفوله. زي ما انا قلت لكم لو تفتكروا ان احنا قلنا عندنا ديسكين قافلين وعندي برميل او دايره في النص. خلاص دي الفتحه بتاعتها كده، يبقى انا عندي ديسكات الناحيه دي وديسكات الناحيه دي، وده البرميل اللي عندي في النص. طيب لو نقدر نشوف هنا كده دي البيم بايب، اشاور عليها في الكاميرا. دي البيم، بصوا البيم بايب رفعت ازاي. دي التيوب اللي بيمر خلالها البيم بتاع البروتونات او الليد ايون. دي بصوا البيم بقت رفيعه قد ايه عشان يحصل نقطه التصادم في النص. يبقى انا عندي بيم جاي من اتجاه من ال اتش سي، وواحد جاي من الاتجاه تاني،
ويحصل التصادم بتاعة البروتونات في قلب تجربة السي ام اس، والديتكتور كله مبني حوالين النقطة دي. طيب الديتكتور كله اللي احنا شفناه فوق، الماكيت اللي شفناه ده مبني حوالين نقطة التصادم، عشان لما الجسيمات بتصطدم ببعضها بتتكون عندي جسيمات تانية. الجسيمات دي وهي خارجة الديتكتور بتاعي موجود يقدر يرصد الجسيمات دي وهي بتتحرك. طيب كل جزء من الديتكتور كأنه كاميرا كبيرة، الديتكتور ده كاميرا كبيرة بيشوف كل نوع من الجسيمات، الجسيمات اللي خارجة من التصادم مش جسيم واحد، جسيمات مختلفة. فكل جزء من Raham, I'm الديتكتور. afraid your microphone has moved. Okay, now you can hear Sorry, me. thank you. Yeah, Okay, it's much better. Thank you. thank you Zoltan. Okay, زي ما احنا كنا بنقول ان الديتكتور بتاعي كله عبارة عن كاميرا، كل واحد جزء بيشوف جزء من الديتكتور بتاعي. طيب احنا ممكن ان نقول ان احنا كان عندنا اكتر من نوع موجود في الديتكتور. دقيقة واحدة بس عشان نظبط الصوت. طيب لو بصينا، لو محمد يعرف يجيب السلايد اللي فيها الاجزاء بتاعة الديتكتور. زولتون can we please share the slide of Yes. sub detectors. اوكي، زي ما احنا قلنا انا عندي كذا جزء من الديتكتور. احنا قلنا ده اول حاجة البيم بايب بتاعتنا، خلاص دي نقطة التصادم. نقطة التصادم دي هي القلب، النقطة الأخضر اللي محمد بيشاور عليها، شكرا يا محمد. بعد كده الجزء السيلفر اللي انتوا شايفينه جوه دون، ده اسمه التراكر، في جزء من جوه احنا مش شايفينه جوه خالص، ده التراكر، ده الهدف منه ان يشوف التراك بتاعت الجسيمات وهي خارجة. فبما ان انا عندي تشارجد بارتكل، جسيمات مشحونة، فانا اقدر اشوف التراك بتاعها، هي بتتحرك وهي تتحرك، اقدر ارسم تراك ومنها اقدر اعرف طاقته والمومنتم بتاعته. عندي الجزء الثاني اللي حواليه، احنا لسه جوه الجزء الفضي دون، الكالوريميتر. كالوريميتر يعني ديتكتور بقدر اشوف بيه طاقه الجسيمات. عندي جسيم زي الالكترون زي الفوتون، اقدر اشوف طاقته قد ايه. والجزء اللي احنا شايفينه مخطط ده، الدايره دي وفيها الخطوط دي، دون عباره عن الماجنت، ده السولونويد ماجنت، وده نقدر نقول ان الكي بوينت بتاعت الديتكتور كلها السولونويد ماجنت ده. ده بيولد لي ماجنتيك فيلد 4 تسلا، 4 تسلا يعني 3.8 من 10 تسلا، 4 تسلا دي معناها 100 ألف مرة أكبر من الماجنتيك فيلد بتاع الأرض. وبالحجم الصغير ده بالنسبة للحجم بتاعنا، يعني الماجنتيك فيلد اللي بيولده كبير جدا بالنسبه لحجم السولونويد ماجنت اللي عندنا، عشان كده بنقول على الديتكتور كومباكت، كومباكت لانه حجمه صغير بالنسبه لاي ديتكتور تاني. واحب اقول كمان ان السولونويد ماجنت دون اللي احنا شايفينه بيوزن تقريبا 12000 طن لوحده، التجربه كلها 14000 طن، السولونويد ماجنت لوحده تقريبا 12000 طن. طيب ايه فايده ان انا احط ماجنت او ماجنتيك فيلد في التجربه بتاعتي؟ بما ان انا بتكلم على جسيمات مشحونه وانا عايز اعرف حركتها بتتحرك في انهي اتجاه، فانا احط الجسيم بتاعي في ماجنتيك فيلد، والجسيم وهو بيتحرك على حسب الدايركشن بتاعه اقدر اعرف هو الجسيم ده مشحون شحنه موجبه ولا شحنه سالبه. بعد الماجنت اللي احنا شفناه ده، هنشوف بقى الجزء اللي بره الاحمر ده، اللي محمد ممكن يشاور عليه، الجزء الاحمر في فضي دون، ده بنقول عليه الميون سيستم اللي احنا شايفينه ده. الميون سيستم ده عباره عن ديتكتورز او سب ديتكتورز، غاز ديتكتور يعني بتتملي بالغاز، فيها غاز، والهدف منها ان احنا نشوف جسيمات زي جسيم اسمه الميون. انا عارفه ان انتوا خلفيه هندسه شويه، بس كان بسطها جسيم الميون ده هو جسيم مشحون زي الالكترون بالظبط، بنقول عليه اخوه الكبير، هو زيه بالظبط وبيتصرف زيه بالظبط، كل الاختلاف ان كتلته اكبر. بما ان الجسيم ده بيقدر يعدي كل التجربه، بيقدر يعدي كل اللايرز دي، فاحنا بنحط الميون سيستم ده في الاخر علشان الجسيم يعدي واقدر اعمل له ديتكشن او رصد في الجزء الخارجي بتاع الديتكتور. طبعا كل اللي احنا شايفينه الاحمر دون، الاحمر ده مش ديتكتور، ده مجرد حديد سبورت بيكون موجود فيه الديتكتورز بتاعتي. ومش بس سبورت، ده بيرجع لي الماجنتيك فيلد، بما ان الماجنتيك فيلد عندي هنا خطوط الماجنتيك فيلد، فدون بيعمل ريتيرن للماجنتيك فيلد تاني. أنا هنزل تحت جنب الديتكتور ونصور من تحت. هو لو حد عنده حابب سؤال أو حابب يراجعني في حاجة أنا قلتها مثلا بسرعة، ف يا ريت. I'd like to add something, doctor.
لو سمحت في سؤال، يا تفضلي يا ريت. لو سمحت بدي اسال، كيف بيضمن التصادم انه بيصير بهاي النقطه وين الديتكتور بالضبط؟ مش في منطقه ابعد او قبل؟ السؤال معلش، ازاي بنشوف التصادم في قلب الديتكتور؟ يعني كيف كيف بنشوف التصادم بهاي النقطه بالضبط، مش لا بعد الديتكتور او قبل الديتكتور؟ يعني اوكي ازاي بتحكميه في هذه المنطقه بالضبط، في الانتراكشن بوينت بالضبط؟ اوكي طيب، احنا زي ما انا كنت بقول، زي ما انت بتقول كده، انا عندي اتنين بيم جايين في اتجاهين مختلفين. خلاص خليني برضو اوضح ان انا مش مجرد البيم، مش مجرد بروتون وبروتون، جسيم وجسيم، انما هو بنش، حزمه من الجسيمات وحزمه من الجسيمات هنا. خلاص طيب، انا عندي حزمه من الجسيمات بتتحرك في اتجاه والحزمه في الاتجاه الثاني. لو لاحظتوا ان البيم من الاول، التيوب من الاول، كل مدى تبتدي تصغر، كل مدى بحط كوادرابول ماجنت، بيبقى عندي ماجنت ماجنتيك فيلد قوي، كوادرابول عشان اعمل سكويزنج للبيم، اضغط البيم جامد اخليه سمكه تقريبا سمك شعره. طيب ويبتدي عندي الجسيمات هنا حزمه وهنا حزمه من البروتونات، وابتدي اصدمهم ويتصدموا عندي تقريبا في نص الديتكتور، عند النقطه القذره اللي احنا شايفينها دي تقريبا. عارف انا كده جاوبت على سؤالك؟ حابب اضيف كمان يا دكتور ان هو ما بيبقاش بنش واحده في بنش واحده، ده اوكي صح مظبوط. بيبقى حوالي 1000 بنش مع بعضه تقريبا، فرق ما بينهم بين بعض حوالي 25 نانو سكند بين البنش والتانيه، وبيحصل الانتر اكشن ده بهاي ريت، يعني الريت بيبقى عالي جدا، فبالتالي انا ما بيبقاش بنش في بنش، لا ده بيبقى بنش ثم بعديه ب 25 نانو سكند بنش تاني، فبالتاكيد هيحصل في الانتر اكشن بوينت الكوليجن، يعني هيحصل وبيبقى باحتمالية، احتمالية تصادم، أنا مش متأكدة 100% أنهي بروتون اللي هنا اللي هيصطدم، مجموعة من هنا تصطدم مع مجموعة من هنا، واحد فيهم اللي تبقى بروتون مع بروتون اللي بتكون طاقته عالية اللي بنقول عليها الهارد انتر اكشن، والباقي كله بيبقى صفر. كل الباقي التصادمات دي بتمشي تاني، تتحرك تاني مع البيم بتاعي، وده اللي احنا كنا بنتكلم عليه. كل التصادمات دي أنا مش محتاجاها، أنا محتاجة التصادم بس اللي فيه فيزيكس جديدة اللي أنا عايزاه، والباقي كله بشيله بالتريجر سيستم اللي احنا كنا بنتكلم عليه فوق، بشيل كل الايفنت اللي انا مش محتاجاها واسجل بس الهارد انتر اكشن اللي حصل. احب بس اوريكم كمان شكل الديتكتورز اللي موجوده عندنا. ده جزء من اللي هو اللي كان في النص، الاسطوانه اللي كانت في النص دي اجزاء من التجربه. ده كده ديتكتور عندي موجود كده جوه الديتكتور. خلاص ادي واحد اثنين ثلاثه، وطبعا كل لاير من دي بيكون ديتكتور مختلف. لو تشوفوا كمان ان كل ديتكتور جاي من هنا الكيبلينجز بتاعته جايه، سواء الهاي فولتج سواء اللو فولتج، معروف الكيبلينج بما ان احنا بنتكلم مع هندسه، كل كيبل من دون معروف الرقم بتاعه كام، وبيتحرك معايا يخرج بره، نعرف احنا في الركات اللي كانت موجوده فوق في ماينس 2. بص على كميه الاسلاك اللي موجوده وكميه الكيبلينج اللي معموله عندي في الديتكتور. احب اقول كمان ان الديتكتور دون مش اتبنى مجرد من انستيتيوت واحده، ده اكتر من انستيتيوت شاركت في البنى. يعني هنا ممكن تلاقي هنا الشعار مثلا بتاع جامعه معينه هي اللي عملت الديتكتور ده، جامعه تانية تكون هي اللي عملت الديتكتور التاني، وكله عمل له اسمبلي وتيست وبعد كده جيت ركب في التجربه. فالتجربه دي اتبنت بمجهود جامعات كتير شاركت في بنايه التجربه. كمان احب اقول ان التجربه دي مش زي ما هي من اول ما اتبنت، لا، كل مدى بيحصل احلال وتجديد. يعني لو انا شفت جزء من التجربه فيه مشكله بنبتدي نشيل الجزء القديم ونركب. طيب برضو احنا بدانا بطاقه قليله جدا، طاقه تصادم قليله، فما كنتش محتاجه كل الديتكتورز تكون موجوده. لما وصلنا لطاقه عاليه، لا، في ديتكتورز جديده اتركبت قريبه جدا من البيم بايب، يبقى لازم يكون ليها، بما ان انا قريبه جدا من نقطه التصادم، فالمفروض ان الجسيمات اللي طالعه الريت بتاعها عالي، فانا محتاجه ديتكتورز بمواصفات معينه. برضه احب اقول ان مثلا البيم بايب اتغيرت، البيم نفسها اتغيرت بعد جزء معين، بعد فتره معينه من التجربه. فالتجربه طول ما احنا شغالين بيحصل لها ابجريد، بيحصل لها صيانه. زي ما احنا شايفين دلوقتي احنا في شوت داون، يعني الديتكتور مقفول مفيش حاجه، نقدر الناس كلها تعمل صيانه لكل الاجزاء وبعد كده الديتكتور بيتقفل. في سؤال ثاني لو سمحتي؟ اوكي يعطيك العافية. احب برضو اقول الحاجه، انا مش عارفه هو في حد عنده سؤال. في حد عنده سؤال يا دكتورة؟ اوكي اتفضل. يعرف بس الديتكتور ساي ايش بتشوف بالضبط؟
من ايش معمولة؟ تاني معلش اقول كده يا محمد عشان مش سامعه قوي. هو عايز يعرف ايه الاوتبوت اللي بيطلع من الديتكتور. طيب انا عندي بيحصل عندي تصادم زي ما احنا قلنا، لو انا عندي جزئين مثلا واصطدم بالديتكتور، خلينا نتكلم على مثلا مثال زي الجاز ديتكتور، حصل انتر اكشن جوه الغاز وطلع عندي سيجنال، عندي حاجه اسمها بورد، فرونت اند بورد، بتحول السيجنال بتاعتي الفولت اللي طالع من التجربه دي بتحولها لسيجنال كانها باينري 0 1، وتبعت الداتا بتاعتي دي بتاعت السيجنال بتاعتي دي للتريجر سيستم، وبعد كده للسيفنج داتا، وتكمل بقى البروسيسنج بتاعتها لغايه ما نخزن الداتا فوق. فهي كانها تخيل كانها نظام باينري، باينري زي الكمبيوتر 0 1، عندي سيجنال طالعه ولا ما فيش سيجنال، بناء لا على ايه؟ على السؤال، الفولت او الامبليتيود بتاع السيجنال. طب بس لا السؤال انه what is it detecting؟ اشعاعات، تصادم معين، طاقة، what is it detecting؟ هدول ال detectors. اوكي، كل ديتكتور ليه وظيفه معينه او بيعمل ديتكشن لجزء معين. انا لما بيحصل عندي تصادم بتخرج جسيمات كتيره مختلفه. طيب انا محتاجه كأن كده واحد بيلبس نظارات عشان يشوف كل جسيم. I'm فانا going to عندي اول لو سمحت يا دكتورة هعمل شير للبارتكلز اللي بيتم بالظبط في أماكنها. بالظبط ايوه كده يا محمد. اوكي محمد دلوقتي هيعمل لنا شير لسلايد بتورينا الجسيمات بتاعتي لما بتخرج، كل جزء من الديتكتور بيعمل لها كأنه فلتر، كل جزء بيشوف حاجه. بيخرج عندي مثلا الالكترون، الالكترون هو خارج من نقطه التصادم اقدر اشوفه في التراكر، اقدر اشوف التراك بتاعه، واقدر اشوفه مثلا في الالكتروماجنتيك كالوميتر لو محمد بيشاور بالماوس. انا كده قدرت اشوف الالكترون. طيب في جسيم تاني زي الفوتون، الفوتون اقدر اشوفه في الكالوريمتر، اقدر اشوف طاقه انرجي. هو الجسيم لما بيدخل عندي الكالوريمتر بيفقد طاقته، بيسيب طاقته، والديتكتور بتاعي يقيس كميه الطاقه دي ويقول لي ان الجسيم الفلاني ساب الطاقه الفلانيه، واقدر افرق انا ما بين الجسيمات. يعني مثلا حد ممكن يقول ان الالكترون والفوتون الاثنين بيسيبوا طاقه في الكالوريمتر، في الهادرونيك كالوريمتر. انا احب بس ايه اشاور على السلايد الجزء الاخضر ده يا محمد، لو اوكي انا عندي الكترون وفوتون لو انت تشاور عليه الاثنين بيسيبوا طاقه في الكالوريمتر، طب انا ازاي ادي اقدر الكترون. افرق ما بين الالكترون والفوتون مثلا؟ اقدر افرق بينهم ازاي والاثنين سابوا نفس الطاقه؟ الالكترون بيسيب لي تراك لانه تشارجد بارتكل، الالكترون بيسيب لي تراك لانه تشارجد بارتكل فيسيب لي تراك في التراكر، الفوتون مش تشارجد بارتكل مش مشحون فيعدي بس ويروح الالكتروماجنتيك كالوريمتر. فانا لو انا شفت طاقه مترسبه او موجوده ديبوزيت في الكالوريمتر هبتدي ابص ارجع ورا خطوه واشوف التراكر شاف ايه. لو الانرجي اللي موجوده دي ليها تراك يبقى انا كده عرفت ان ده الكترون او بوزيترون طبعا بناء على الدايركشن بتاع الشحنه. لو ما لقيتلوش تراك عرفت ان انا عرفت ان هو ايه، فوتون. لو جيت ابص على جسيم تاني زي الميون، الميون ده زي ما احنا قلنا هو الاخ الكبير بتاع الالكترون، بيتصرف زيه بالظبط بس كتلته كبيره، كتلته كبيره لو محمد يشاور كده هتلاقي المين الوحيد اللي يقدر يعدي الديتكتور كله، فهو يوصل من بدايه الانتر اكشن من نقطه الانتر اكشن لغايه الاخر خالص. عشان كده احط المين سيستم بتاعي الديتكتورز اللي بتقدر تشوف المين وبترصدها احطها في نهايه التجربه بتاعتي مش احطها في الاول. بما ان الالكترون بيفقد طاقته بدري فبحط الديتكتور اللي بيشوفه في الجزء الاولاني بتاع التجربه وهكذا. لو انا عندي مثلا بروتون اشوفه ازاي؟ هشوفه في الهادرونيك كالوريمتر، الكالوريمتر اللي هو الاصفر ده دون بيقدر يشوف الهادرونز، الهادرونز دي زي البروتون زي النيوترون يقدر يشوف الجسيمات دي برضه، اقدر افرق ما بين البروتون والنيوترون على اساس الشحنه بتاعتي. Thank فانا you. كده جاوبت على السؤال. كمان سؤال لو سمحتي. ايوه طبعا اتفضل. هذا بخصوص الالكترونز، الالكترونز يعني لها الكترون كلاود، تكون جوا هاي الالكترون كلاود في زي probability انها تكون موجوده ولا لا. فما دام اوكي وجود الالكترون هو probability، ما دام وجود الالكترون هو probability، how can you know for sure انها موجوده؟ ما دام هي فقط probability ما راح تكون 100%، هتكون يعني يمكن 50 60 70%. اوكي لو انا فهمت سمعت السؤال صح، انت ازاي الالكترون بتاعي بقدر اقول ان الالكترون ده موجود ب 100% مش بروبابيلتي معينه صح؟ صح، لأنه وجوده بالكلاود مش أكيد، يعني هو بس probability. بس انت بتشوف ده انا بشتغل تجربه عمليه، انا بقول بروبابيلتي صح ان الالكترون موجود ولا لا، بس انت بتشوف الديتكتور بتاعك. انا عندي جسيم اصطدم بالديتكتور كون لي سيجنال شفتها في الفوتو الكترود مثلا في التراكر او في ده سيمي كوندكتور، فانت الريزوليوشن بتاعت الديتكتور عاليه جدا، انا بكون متاكده
مش هنقول ب 100%، بس متاكده بنسبه كبيره ان الجسيم اللي عندي ده الكترون. طبعا بتشوف بقى من البروبرتيز بتاعته، بقدر اشوف التراك بتاعه، التشارج، المومنتم، وهكذا. لان التراك تمام. بتاعه هيقدر يحدد لي المومنتم بتاعه والكتله بتاعته، الى جانب الانرجي اللي هو فقدها واللي سابها بالظبط. خلفها في الايكال او الالكترومagnetic كيلومتر، بقدر اقول ان هو ده الكترون. والفوتون نفس الكلام. حد عنده سؤال تاني ولا ممكن نكمل؟ في كمان سؤال. سؤال؟ أوكي. في سؤال؟ مرحبا. مرحبا. Yes, can you hear me? Yes. Yes. How كيف اللي بتعملوه؟ How can it be implemented in real life? How does it come useful? معلش ممكن السؤال تاني، انا معلش مش سامع كويس، او Can you محمد ممكن يعيد. No, no, I didn't hear it well. Can you please repeat it again? Yes, I'm asking what you guys are doing. How does it come useful in real life and how do you implement it? محمد معلش يعيدني السؤال. Did you hear it well? I think I understood how it is useful what we are doing here. How is it useful for the everyday life? Am I right? Okay. Was it the okay. question? Sorry. Yes, it was. It's Okay, thank you. like real applied. How is it applied? In the applied physics you want. So, مش بس مجرد الفيزيكس البحتة اللي احنا بنتكلم عليها زي اكتشاف الكون، انت عايزة في الابلايد فيزيكس صح؟ Yes. خلينا نقول ان طول ما احنا بندور على لغز او بنحاول نحل مشكله قدامنا، بتبتدي تدوري على التكنولوجيا او الطريقه اللي انا احاول احل بيها المشكله دي. طول ما انا بدور وبحاول بنكتشف حاجات او بنعمل وسائل تقدر تساعدني ان انا الاقي الحاجه دي. واحنا بندور على الحكايه دي بنقول ايه؟ الحاجات اللي احنا بنلاقيها او الطرق اللي احنا بنعملها عن طريق الهندسه او الميكانيك بتخدمني ان انا استخدمها في حياتي اليوميه، زي الويب مثلا، الانترنت كنا احنا عايزين نشوف ازاي في بدايه سيرنا او في بدايه البحث العلمي ازاي يتبادلوا البيانات مع كل الكونتريز. فمن هنا جت فكره الويب واتنشأت جوه سيرن. دي كانت حاجه. حاجه تانية، انا ممكن استخدم الجاز ديتكتور اللي انت شفتيها دي، في ابحاث اتنشرت في كده ان انا اقدر بيها اتوحى في الكشف عن بعض الامراض. يعني ممكن الجاز ديتكتور ده استخدمه ككاشف، استخدم الجاز ديتكتور زي الار بي سي مثلا ان انا اشوف التوموجرافي بتاعت الهرم، ان انا احطه حوالين الهرم واقدر اشوف جواه ايه. ممكن بيستخدم كمان التوموجرافي بتاعت الفولكانو، لو انا عندي بركان وما اقدرش اتعامل مع البركان ان حد يشوف ايه اللي جواه، فبقدر احط الار بي سي او الديتكتورز بتاعتي الجاز ديتكتور حواليه واشوف البركان بيتكون من ايه. ما ننساش برضو ان الضوء، علم الضوء كله اتبنى على الفوتون. الفوتون اللي احنا بنتكلم عليه كجسيم اتبنى عليه علم الضوء وعلم الليزر. وشوف الليزر بقى دخل في قد ايه في الصناعه، الليزر دخل في قد ايه في الحياه اليوميه اللي احنا بنستخدمها. فطول ما انت بتطوع، انت زي ما نقول ان احنا بندور على حاجه فيزياء، بس واحنا بندور بنطوع التكنولوجيا اللي تحت ايدينا ان احنا ندور عليها مش بس مجرد في الفيزيك، ولكنها بتخدم كمان الديلي لايف بتاعتنا او الحياه اليوميه. الى جانب ان انا حابب اضيف يا دكتور ان مش الستاف الموجود هنا هم فيزيسيستس بس ولا انجينيرز بس، احنا بالظبط. هنا في موجود كل الفئات تقريبا موجوده، كل اللي هو في الساينتفك ريسيرش او غير الساينتفك ريسيرش موجود. في ناس هنا شغاله على الكانسرز ازاي تعالجها وفيزيشنز دكتورز، في ناس شغاله انجينيرز ان هي بتدور على حلول لمشاكل معينه، في ناس شغاله الكترونيكس، في ناس شغاله سوليد ستيت، في ناس شغاله نوكلير، في ناس فهو الموضوع مش متعلق بالبيور فيزيكس كبيور فيزيكس، لا ده هو البيور فيزيكس انت بتحاول انت يعني ان انت تو امبلمنت وات يو هاف تو جيت ذا بيجر فيو اوف ذا يونيفرس. ولكن انت في الفتره دي او خلال ما انت بتعمل كده او بتنفذ كده انت عندك بتكتشف حاجات، بتبتكر حاجات، بتطور تكنولوجي وهكذا. Thank you. You're welcome. اوكي. اخر حاجه بس احب اوريها لكم، وحاجه بقى فان شويه، بما ان احنا بنتكلم على ماجنتيك فيلد. الماجنتيك فيلد طبعا دلوقتي مقفول، ما فيش ماجنتيك فيلد، بس بما ان الماجنتيك فيلد عالي، بيبقى عندي ريزيدوال او في ريمننت للماجنتيك فيلد، فانا اقدر اشوف تاثيره حتى لو الديتكتور بتاعي مقفول. فانا مثلا لو جيت حطيت دبوس زي كده، الاقي الدبوس بتاعي بيقف. بص هنا كده،
طبعا هو الماجنتيك فيلد مش عالي قوي. بصوا نعومي هنا بتورينا، بصوا ده تأثير الماجنتيك فيلد لسه موجود، ده جزء حديد، فتأثير الماجنتيك فيلد حتى لو الماجنتيك فيلد مقفول مفيش ماجنت مش شغال لسه ليه تأثير للماجنتيك فيلد. طبعا احنا هنشيل بقى الدبابيس بتاعتنا دي، مش هنسيبها هنا علشان لما الماجنتيك فيلد يشتغل الدبابيس بتاعتنا دي ما تضطرش. لو حابين تشوفوا اوفر فيو او نظره كبيره على التجربه قبل ما نطلع فوق، ولو حد حابب يسال على حاجه معينه جوه الديتكتور ممكن نسال عليها واحنا موجودين تحت. طبعا كل جزء انتوا شايفينه من دون اللي متغطي حتى بالفويل السيلفر ده سب ديتكتور، يعني ديتكتور صغيره موجوده كلها متركبه جنب بعضها. طبعا هي وطبعا التجربه ما بتبقاش مفتوحه كده، معلش بعد اذنك يا محمد، التجربه ما حضرتك بتبقاش مفتوحه كده وقت التشغيل، كل ده بيتقفل. التجربه بتبقى زي ما احنا شفنا في الماكيت فوق كلها مقفوله، بما ان احنا بنتكلم على صيانه فاحنا بنفتح الديتكتور والناس اللي عايزه تعمل صيانه تشتغل هنا، وبعد كده الديتكتور بيرجع. لو تبص هنا على الكابلات دي والتشين دي بتسحب الديتكتور بتمشيه، نبدا نحرك الديتكتور بس طبعا بحركه بطيئه جدا، الديتكتور يتحرك بهيدروليك سيستم بقى ويسحب الديتكتور بتاعي ويجمعه كله تاني. النوز اللي احنا شايفينها دي بنقول عليها النوز او الانف، شكل الانف يعني، تدخل جوه والديتكتور كله بيتقفل على بعضه تاني. يبقى انا برجع الديتكتور كله لديسك واحد او كجزء واحد تاني، دلوقتي احنا فاتحينه كمجرد ديسكات عشان نقدر نوصل لها. برضه في حاجه عايزه اوريها، لو شفنا اللايت اللي موجود جوه، في لايتس موجوده جوه هي تقدروا تشوفوها، معناها ان الديتكتور بتاعي مش كله اوف. حتى لو احنا بنعمل تيستنج والديتكتور مش شغال مفيش بيم، الديتكتورز كلها الصب ديتكتورز كلها شغاله، كل ديتكتور كل صب ديتكتور البورد بتاعته شغاله، الهاي فولتج شغال، تاكد ان كل حاجه شغاله، وممكن تفضل شغاله كده على طول الوقت 24 ساعه الحاجه شغاله لغايه ما يبقى يحصل كوليجن. كل واحد بيتاكد ان الديتكتور بتاعه شغال وسليم. طيب نفترض ان حصل مشكله او حصل عطل، طبعا بيبقى في فترات معينه زي شات داون يقدر الناس تنزل تحل المشكله بتاعتها لما يكون مفيش بيهم. حد حابب يسال حاجه هنا تاني قبل ما نطلع للسيرفس تاني؟ Thank you. Thank you. اوكي خلاص احنا هنطلع فوق أنا حابب أضيف يا دكتورة إن أنا عندي doing a sign. بالنسبة لـ CMS، أنا بتكلم في البرميل أو البرل اللي عندي ده الكبير ده اللينس بتاعه حوالي 28.7 متر، والديامتر بتاعه حوالي 15 متر، تمام؟ فهو كتجربة هو كومباكت، هو صغير، والحجم الصغير اللي احنا قدرنا نحصل عليه ده حصلنا عليه نتيجة الهيوج ماجنتيك فيلد اللي جاي من السولونويد ماجنت اللي هي 3.8 تسلا. ده خلالي اقدر اتحكم في كل البارتكلز تقريبا في الحيز الصغير اللي احنا شفناه ده، مقارنة بأطلس اللي هي يعني بتعمل جنرال بيربز ديتكتور، برضو بتعمل نفس الحاجات ولكن بتكنولوجيا مختلفة، فالماجنتيك فيلد بتاعها او الماجنتيك سولونويد بتاعها اقل، فبالتالي حجمها اكبر، تمام؟ طبعا انا في ال اتش سي او اللارج هادرون كولايدر انا ما عنديش جنرال بيربز ديتكتورز بس، تمام؟ انا عندي اربع ديتكتورز اساسيين، في اثنين جنرال بيربس اللي هم السي ام اس واطلس، ودول تقريبا بيديتكت نفس الحاجه او بيدور على نفس الحاجات في نفس الوقت، فمن ناحيه اللي يلاقي حاجه الثاني لازم يعمل كونفرميشن عشان يعمل بابليكيشن، ما ينفعش ان واحد يلاقي حاجه والتاني ما يلاقيهاش ويعمل بابليكيشن. ده من الاسس العلميه ان انا لازم يكون في كونفرميشن عن ان الحاجه اللي عندي دي هي فعلا البارتكل، زي مثلا على سبيل المثال الديسكفري اوف هيجز بوزون في 2012، فتم الديسكفري ده في السي ام اس، ولكن ما افصحتش عنه الا لما الاطلس عمل كونفيرم فعلا ان الهيجز بوزن برضه هم لقوه. ففي الحاله دي تم النشر وعرف العالم كله ان احنا لقينا الهيجز بوزن، وحصل في السنه 2013 جائزه نوبل لانجلرت وهيجز. طبعا انا عندي طبعا نوعين تانيين من التجارب، واحده منهم اللي هي ال اتش سي بي، ودي بتدور على الانتي ماتر تو سيرش فور انتي ماتر، وعندي تجربه اليس، ودي متخصصه في الكواك جلون بلازما
ودي اللي هي الساتوريشن بتاع الجلونز. بحاول ان انا اصل للريجن بتاع الساتوريشن بتاع الجلونز، ان انا الاقي بيئه مليانه اثناء الكوليجن مليانه جلونز، واشوف تاثيرها على تكون البروتونات او الهادرونز عموما. دي طبعا بحصل على كده ازاي، ان انا بعمل كوليجن للايونز الهيفي ايونز. فتجربه الاليس دي متخصصه في الهيفي ايون كوليجن، وبالاخص في الليد ليك كوليجن. انا بس اتفضل يا دكتوره. حابه اوريكم بس شكل الديتكتور من فوق. احنا طلعنا لاعلى نقطه، 5 ادوار كده اللي هما موجودين هنا. ده شكل الديتكتور من فوق بحجمه الكبير اللي كان محمد بيتكلم عليه. القطر بتاعي تقريبا 15 متر، فالديتكتور وطوله تقريبا 29 متر، فالديتكتور حجمه كبير جدا. برضو من فوق في سيرفيس، لو تشوفوا هنا راكات نيان اللي بتديني برضو باور سيستم للديتكتور بتاعي. في عندي برضو، بما ان انا بتكلم على سوبر كوندكتنج ماجنت، يعني محتاج تبريد، محتاجه كولينج. الكولينج ده بيتم بالليكويد هيليوم. برضو لو نشوف هنا هتلاقي الليكويد هيليوم، التيوب او الخزان بتاع الليكويد هيليوم ده اللي بيبقى نظام الكولينج التبريد بتاع الديتكتور. برضو كل السب ديتكتورز بيكون ليها كولينج سيستم عن طريق المية، عن طريق ليكويد نيتروجين. فكل جزء من الديتكتور هنا لازم يشتغل عن درجة حرارة معينة، فبيكون ليه ليكويد سيستم. وهنا برضو نحب نروح نوريكم نظرة من فوق. نعومي يعني هتورينا كل جزء في الديتكتور. اوكي، دي حاجه تانية كده. من ده نظره سريعه للديتكتور من فوق بالفاسيلتي بتاعته، ازاي ان احنا نقدر برضو نشوف الكيبلينج بتاع الديتكتور، الكولينج سيستم. عندي برضو الانابيب الكبيره دي اللي احنا شايفينها دي، ده نظام التهويه بيكون من جوه لبره، وبرضو تنقيه ليه لو في راديشن ولا حاجه. الهواء بيتنقل الاول قبل ما يخرج بره بالتجربه. ده التيوب اللي كنت بقول عليها، الخزان بتاع الهيليوم. اوكي، I just want وطبعا المثل دي بقى احنا we have to leave the room soon. We have 5 minutes. معلش انا ما سمعتش قوي، معلش يا محمد. She has 5 minutes to leave the room to end the meeting. Okay. اوكي خلاص، احنا I نازلين would تاني. propose the questions if there are. Yes. كان في برضه سؤال كنا سألناه من الأول، على إزاي يقدروا يتخلصوا من المية اللي موجودة وإحنا شغالين. هما بيعملوا الفحص أو الحفر بتاع التجربة. بس أحب أقول إجابة السؤال ده إن هما كانوا بيجمدوا المية. المية دي كانت بتتجمد عشان يقدر يكمل حفر، ودي على ما أعتقد ده ميكانيزم أو الطريقة دي موجودة هندسيا، يعني للناس اللي هم هندسة المعمار، هندسة المباني. احنا خلاص يعني احنا خارجين من الديتكتور وهننزل تحت، وهنرجع تاني بقى للكنترول روم. هنسيب محمد الميكروفون معاك يا محمد على ما احنا نخرج، على ما يكون لو في أي أسئلة ولا حاجة. شكرا جزيلا لك يا دكتورة ريهام. Any quick questions؟ أي حد عنده أي سؤال؟ يعطيكم العافية. بدي أسأل كم بتكون مدة التجربة بالعادة؟ وكم مرة عملت لها؟ كم إيه؟ كم كانت مدة التجربة؟ وكم مرة عملت لها؟ هو طبعا كان في ران 1، وده كان في 2007 و2008، تمام. ثم حصل اللونج شت داون لحد ما وصلنا الران 2 اللي بدأ في 2014 15 16 تقريبا. وبعد كده احنا حاليا في الفترة بتاع الران 3، واللي هي مقرر انها تمتد لمدة 3 سنين برضو اللي بدأت السنة. كيف بتعرف التجربة؟ التجربة هي one collision ولا a series of collisions؟ وان كوليجن ازاي؟ لا، أنا بدي أعرف كيف بتعرف التجربة؟
لما بتقول انا عندي تجربه، لانه هو عم بيسال، انت عم بيسال عن الكوليجن، هو عم بيسال عن الكوليجن. ف the collision is what you define an experiment or is it a part of an experiment? One collision, is it a whole experiment or a part of an experiment? So what again? So as I understood, the question was how do we define the collision? So there are several ways how we can approach it. One is that, so what, as we used to say, that we have beam crossings 40 million times per second. One beam crossing looks like this, when you might have more than one individual proton-proton collisions. These are the red, the yellow dots that you see. Most of them is something that we are not interested in, as we call elastic scattering. And then there are some, very few, that are making interesting things, like the one here that creates the red and the blue tracks that might be interesting for us. But so that's about the collisions, what we can say. So we have 40 million bunch crossings per second, and depending on how many protons are in the beam, so I mean whether we are at the beginning of the collision or at the end, what the beam colliding might take something like 8 hours, 16 hours as the beam depletes, the protons go away from the beam. At the beginning, of course, we have much more individual collisions per beam crossing than at the end. At the beginning, we might go up to even 70, and at the end, we have something like 20-40. But this is what we can show, that we have pileups, as we call. We have more than one individual proton-proton collisions per beam crossings. Okay. So I hope this is Zoltan. So he's a physicist and an expert here at the control room. I wouldn't call myself expert. The physicist is okay. Yeah. Okay. But I hope his answer has answered your question. One more question, please. Yes, please. What opportunities do we have as undergraduate students who want to carry on in such field in the future, like summer schools or research opportunities programs, asking as a physicist, as an engineer? So you are asking for undergraduate students, what can they benefit from it? How can they join? I want to carry on in this field. Yes. As for undergraduate students, there are many undergraduate students here, and they are doing some research that is مناسبة تقريبا أو available to them to do. ممكن يعمل تجارب على detectors الصغيرة زي ال RBC, تمام, واللي هم تقريبا بيدرسوها في ال undergraduate studies, تمام. ده بالنسبة لي سواء كان physicist أو كان engineer. طبعا ال undergraduate students, وفي حالة ال engineers طبعا في ال technology نفسها ممكن ال undergraduate students, واللي موجود منهم كتير حاليا من لبنان ومصر وغيره من الدول العربية, يجي هنا ويقدر يشتغل على التكنولوجي الجديدة, الكودينج, الالجوريزمز وغيره وغيره, إنه هو يقدر يطبقها. هو بيدرس الكلام ده نظري, لكن هو هنا يقدر يجي يطبق عملي ويشوف نتائج التطبيق بتاعه بتظهر ازاي. ده في حالة آخر سواء حاجة؟ كان اتفضل يا دكتور. بالظبط. لا لا, هي آخر حاجة بس, مجرد هنا ده دي صور للناس اللي اشتغلت في التجربة من البداية. لو نلاحظ السي ام اس مكتوبة بالأبيض, واللي أحب أقوله إن كل الأبيض دي وومن, سيدات موجودين هنا في التجربة من بداية التجربة, سواء فيزيست أو سواء مهندسين. فكل دي صور لأشخاص من السيدات أو رجال. وطبعاً زولتن ونعومي الاثنين ليهم صورة هنا. Picture here for Zoltan and Naomi. Yeah, it was here some point. Yes, here is Zoltan and Naomi behind the camera, who is doing all of this. I had much more hair than today. Okay, we are going back to control room. Okay, thank you very much. This was very informative.
I would like to thank you for the effort of, that you took on in organizing it and guiding us through this and answering questions. We will be in touch. So this is not the last time we will talk with each other. I think we've exhausted the questions, but we're being kicked out of the room. So excuse the hastiness of this. Thanks. And we will organize future sessions, maybe lectures, inshallah. إن شاء الله. إحنا متشكرين ليكم جدا وإحنا تشرفنا بالزيارة معاكم ونتمنى إن إحنا نفضل على تواصل لو في أي حاجة حابينها من هنا في أي كويسشن حتى لو في حد عنده سؤال بعد الزيارة ممكن يتواصل معانا مفيش أي مشكلة على الإنديكو بيج هتلاقي الأسامي بتاعتنا والكونتاكتس. إن شاء الله. Thank you. شكرا لكم. Thank you. Thank you very much. Have a nice day. Bye. Thank you. Bye.